السلام عليكم الخوت ومرحبا بكم في فيديو جديد. طال الغياب على الفلوغات، شحال هادي ما درت لكم شي فلوغ. اليوم فيديو جديد ولا فلوغ جديد، عفوا ماشي فيديو، فلوغ جديد. عارف صراحة بان التفاعل غيكون ماشي غير طاح فلاشين ولكن غيكون مات فلاشين، ولكن ماشي مشكل، بشويه بشويه غادي نعاودو نرجعو بشويه بشويه ان شاء الله غادي ترجع الحياه. ما نسيتكمش، كيوصلوني بزاف الميساجات في انستغرام، ايمن بغينا فلوغ، بغينا كيفاش كدوز نهارك، بغينا فلوغ في رمضان، بغينا اللي كان. فطاحش علي واحد الفكره زوينه، اليوم كاين واحد فلوغ زوين، كاين واحد البلان اللي غادي يطرا قبل ما اننا نتلاقاو مع ضيف الحلقه ديال اليوم، واللي هو كنت جالس ما بيا ما عليهش هاد التليفون، كندور في انستغرام حتى كيوصلني واحد الميساج من عند واحد البنت مغربيه اللي قررت انها تعرض عليا انا والعشرين الفطور في رمضان. كما تعرفوا دابا كاين رمضان، تعرض علينا الفطور، واحد الحاجه اللي بالنسبه لينا حنايا فريمون سبيسيال، لان حنايا هنايا المغتربين ولا اللي في الغربه ما كنطيبوش، سيرتو الدراري حنا ما كنطيبوش بزاف، ما كاينينش الشهيوات، ما كاينش القص، راكم عارفين الغربه كيفاش كيفاش رمضان كيدوز في الغربه، كاينينش دوك الاجواء ديال رمضان. ولكن واحد لوجيز زوين دابا اللي دارت هاد البنت هادي اللي فكرات فينا وقالت لي بانها باغا تعرض علينا، واليوم ان شاء الله غادي نمشيو باش اننا غنفطروا عندها وغادي نصوروا لكم هادشي كامل ان شاء الله. الاخت خوله اللي غادي تعرض علينا بطبيعه الحال هي والزوج ديالها هنايا في مدينه تيميشواره، غادي نمشيو ان شاء الله عند الدراري بعدا نتجمعوا بطبيعه الحال ونمشيو عندها للدار. اجي الاخوان، واحد الحاجه اللي ضروريه في شي جليسه مغربيه بالنسبه لي انا، عندي بزاف ديال الاتاي ما كنستعملوش الصراحه، ما كنطيبوش، فقررت انني نديه لها، ممكن هي انها تستعملو سواء اليوم ولا من بعد، يعني هي تقدر تحتاجو اكثر. فاحنا كما قلت لكم عندنا اتاي، عندنا كلشي، ولكن راه فينا هو خلا الياس ماك، فينا هو الجهد باش غطيب بها هاد الاتاي. المهم دابا غنمشي عند واحد عشيري عمر اللي اول مره غادي تشوفوه، اول مره غادي يبان معنا في الفلوغ واللي هو ضيف الحلقه. مشي عنده للدار يبريباري حتى هو، نتلاقاو عاوتاني مع واحد الدري تزايري حتى هو كذلك اللي غادي يلتحق بينا في هاد الفلوغ هذا، ونمشيو ان شاء الله لادريس اللي صيفطات ليه. الجو اليوم شويه مغيم، كانت كتصب الشتا مزيان الصراحه في رمضان هذا، دايره معنا مزيان هاد الشتيوه هادي، اخر لا تصب حتى يسالي رمضان باش راكم عارفين، لان ستاج الوحش هو غض البصر هنايا في اوروبا. باش خرج كتخرج الشمس كيخرجوا مع شي كائنات، الله يحضر السلامه مع رمضان هذا. ما عرفتكمش على البيكالا الجديده، الفيراري ديالي الجديده، باقي ما شفتوهاش، باقي ما بانت حتى شي فلوق. هيا الاخوان ترحب بكم، حب الرجل احسن وسيله للتنقل في تيميشواره وهي البيكالا. تحيه لبو يونس هبط المغرب وراي البيكالا تبقى كاين هنا. الله 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 على السي عمر كيدير الميناج، والله حتى غنشدها في الفلوق. شوف الاخوان ها انتم، والله هاني ندخلوا بعدا. اش مخبور؟ الله 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 بلا، والله حتى شوف، والله حتى فنان فنان فنان. الناس في رمضان كيعطيو النعاس، انت يا ماكتيف عشيري، والله الا تبارك الله. الله 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 حاشاكم الاخوان، الله يلا شوف فنان عشيري. قاسم قاسم والله حتى فنان عشيري كاين. خاصك تقاد ولا انا؟ اه هاكا صاحبي، هو تبصيل اصاحبي قاد. واش غنديرو تبصيل؟ فين نديرو؟ واو كدير شي تبصيل في شي بيف هاك. اخوان الاخوات، فوالا هاي الشباكية. زين شنو كاين هنا؟ كاين برايوات. دابا دوك كاملين جاو في رمضان، ياك وصلك في رمضان انت؟ اه الاول انا تخيل مع الاخوان داز شحال دابا 15 يوم في رمضان، يلا غنعرفوا راه عنده هاد العيبات هادو في الدار. اليوم انا دوز معاه 15 يوم كامله تيسالي رمضان، انا مريح معاه في الدار انا. طاب اخي عمر انا ندير شي شهاده السكنه كارت سي جور نصايبوها على قول ما. هذا الاخوان سلو. المهم حنايا فهمتيني باش نمشيو عند الاخت خوله، نديو شويه ديال العيبات، نحطو شويه ديال الاتاويش وكذا، فهمتيني ما نمشيوش بايدينا خاويين. هذا المنبر كنقولو لخوله تكون كتشوف الفلوك حتى هي، نقولو لها شكرا جزيلا على هذا الفطور هذا اللي باقي ما شفناش، ولكن شكرا فهمتينا. نقادو العيبات في الطبيصيل هنايا، نقادو دير الصوار حبه حبه لواحد وجويجه زايده. خونا والله يتعدم على العراسات والله. عندهم على راضي. دريك شغل الحس صبعي وانا صايم. فينك؟
يلا سير حتى حنا راه خارجين بيكالات. بيكالات الاخت خوله كتسنى هنا اننا نجيو وحنا باقيين معطلين سيدي لينا هي الاخت بقينا شادين ديسكوسيون اخي عمر المهم صافي واش بك هي فيت في انت باش عارفين علاش تعطلنا راه على هادشي. الله 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 يتجيب الله 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 شي فيرو شي انكو غير تشتت التفاصيل الله يتمسكي كيبدا هادي يلا جيت نحط الكاميرا الاخوان هادي خصها تصور الله يجا خصها تصور حتى راه 50 درهم الاخوان في رومانيا كدور فهمتي دابا في رومانيا مسوي والو ولكن هيا انت كدور المره الجايه فاش نهبط ما نتحلسرش هادي شي باش مزيان تجي معك فلوس نهار تهبط بغيت تشد فهمتيني طاكسي تران شي لعيبه فهمتيني ملعوب كلشي ديال الله. هما الخوت قرب يأذن المغرب وباقي ما مشيناش دابا 8 كيأذن عندنا هنايا مع شي 28 دقيقة بحال هكا كوكا نهبط. كيفاش اخاي الدراري ما لقيم تيجي. الدراري غيأذنوا التراني الله يهديك. الله يلا حشومة عيبوها راح الله. عندك عندك. الله يلا مشى. انا على الشبيب انا. انا الدراري واش اخاي بوبو السلام عليكم واش اخاي بوبو مزيان مرتاح بخير مزيان هانيا هانتوما الشباب جبت لبس العيبات فين جايب معاه خلي شوف خلي شوف العبايه ودي كون هكا العبايه الله 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 على الصبيب هذا على الصبيب عطى الاخوات شباب نصيحه واحده واش الحوايج ما تحشموش فيهم الماكله والخطبات تحسبها بوبو شبيبه واجدين الدراري كلشي هو هذاك جينا معطلين شويه شي معطلين شويه معطلين صراحه السلام عليكم احنا وصلنا للادريس كي ما عرفتش بالضبط فين صافي راهي ابارتمون 10 صافي واخ لا على خي بوبو لا راك مروره خي بوبو برك الله عليك الشبيبه هما خارجين دابا حتى الساعة موت كلاس دابا موت الساعة عمر غيبدل الصبيبه دابا سالات الحفلة تحية الخولة من هذا المنبر هذا ها انتم الاخوان كاين الفطور ولا السحور ديال غدا ها هي الحريرة ان شاء الله غتمشي للدار هذه ان شاء الله الاخوان صحاب كيفاش تمشي للدار؟ ديك الحشماني في الطابلة فرقتنا بجينا حشماني تعتشوف اي 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 الله 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 الاخوان من بعد غياب طويل من بعد الفطور دابا دازت مده طويله حنا جالسين فهمتيني مع كاس ديال الاتاي وتويشيه راه ما بقاش بزاف هنايا جالسين مسيه رمضانيه السي عمر هو الضيف ديال الفلوغ هذا ديال اليوم ممكن انكم تشوفوه في حيد عليه داك البيلانتي تاع الاهلي يا صاحبي بلاتي صاحبي بلي داك بلي البيلانتي يا صاحبي طيح الباسي داك البيسي خوت راه الراجا خاسر هذا كتفرجوا في الراجا والاهلي ما عليناش ما عرفناش شحال يخرج هذا الماتش اي مخا الاخ عمر ويدادي ولكن فهمتيني عشيري هذوك الخوت باش ما نطولوش بزاف في ليستوار هو البلان كما قريتو في العنوان ديال هذا الفيديو هذا هو ديال الاخ عمر اللي كان في المغرب وكان فقط يعني كنهضروا انا وياه غير في انستغرام فهمتيني موتيفاسيون كياكت على ستوريات يعني عمرني كنت متوقع ان هذا الشخص هذا غادي نقدر نتعاشر معاه في الغربه سيرتو من بعد واحد المده ديال 3 سنين ولا 4 سنين صافي كتكون درتي واحد لاباز ديال العشران كتجيك صعيبه باش انك زعما تدخل عاوتاني مع عشير واحد اخر ولا شي لعيبه سيرتو زعما ما كتعرفوش شخصيا وما كنتيش كتعرفو من شحال هذيك فا السي عمر ما عرفتش كيفاش جات هي استوار شابه واش بعدا اول حاجه فهمتيني تقول لي هاد السؤال تانا شيئا ما محيرني شنو هو اول فيديو شفتيه وكيفاش درتي بعدا اصلا طحتي على لاشين وامتى؟ مازال نعقل قبل الصيف ديال الباك ديالي دونك خديت الباك في 2019 2019 قدام المحاربين يا اخوان مازال نعقل على ليفروك القدام ايامات خرجت جايه الايامات الاولى ديال جايه مازال نعقل في 2019 جبون شهر 3 ولا شهر 4 اول فلوغ كنت فرجت فيه فاش بديتي كدوي على الحياه في روماليا واحد فيديو في سوبر مارشي واقيلا بين الاثمنه ثاني فيديو غنديرو فلاشين هو هذاك الاثمنه الفيديو اخونا داخل الاوشون تاع المول كنمشي كنوريهم الروز ستيلي
بطاطا الاخوان دايره بجوج ديال المعاش اثمن ديك الساعه وكنصرف فهمتيني حتى كنمشي للدار كندير 6 ليه شحال كيديروا بالاورو فهمتي وغادي الروز صاحبي دير ليهم الروز ب 6 ليه صح والروز دابا كتلقاها بلي صاحبي جلي يا صاحبي والله يبارك دابا اول فلوق تفرجت له هو ديال المعيشه ديال فرومانيا انت جاك عندك فكره ديال انك بغيتي تقرا فرومانيا لا ماشي فرومانيا صراحه انك تبغي تدفع لفرنسا دابا انت باغي تفضو ديك الساعه لا فرقاش نخوي بحالي انا كنت سركال ديما تندخل نقلب في يوتيوب مثلا مغربي في الغربه ولا هادي مغربي في ديك مغربي في كيطلعوا لك مغربي في وكتطلع لك مثلا فرنسا طق 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 اغلبيه كنت كدير مغربي في الغربه واحد النهار جا قلب هكا نتفرج من البيسي كتكتب بالعربي وطلع لي مغربي في فرنسا طق 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 وبانت لي داك رومانيا في التحت شكون هاد رومانيا انا عمرني سمعت بها دخلت وبداو تيبانوا لي فيديوهات ديال الطوس طق 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 وانا ندخل كشي انا حب الاستكشاف دخلت ما عطيتش اتونسيون انا للرومانيا وطريح باش خرج دغيا مريض دابا البلان اللي كاين وغادي ندوزو للديسكوسيون اللي بيننا وياك اللي ما خليتكش تشوفها بعدا حتى نشوفوا الفيديو باش نشوفوا داك الشيء فهمتيني يكون لايف لا انا كنتي جيتي هنا ويلي 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 طلع 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 شو الدراري غادي نضبوه صافي لي تي جي زعما هادو في الليل راه قديم الديسكوسيون خي بوبو مازال طلع مازال انت دخلنا في 2020 عشيرة كورونا اول ميساج في 3 جونفي 2020 2020 هذا اول ميساج اول ميساج عرفتي هذا اول ميساج سميت تيسولتيني على القرايه العيبات من بعد سولتيني على على البرونش اللي كتقرا فيها دابا لي دابا انت انا كتبتي لي اللعيبه كتبتي لي الاخر اش يدير يتفضل ريكلا نديروا واحد البوز انا هادشي راه ماشي كش كنقولوا زعما باش يتشلق معايا ولا يكون بيناتنا واحد فهمتي واحد الفايب داكشي كان سبونطاني انا صراحه من المتبعين شوم صيفط لي ستوري تاع القايده لا والله يا دي ستوري دي ما خصهاش تبان في الكاميرا في القايده بلاش نعرف ستوري ديال مياشكا واش عقل عليها ستوري ديال مياشكا وكومونتير في يوتيوب يلاه تزيدك عقلت عليها باش مياتكا وصل الدير قلت له مبروك علينا الدير انت واحد هذا الميساج كشي لي فوقاش فيديو جديد راه بغينا ندفعوا الروماني سير بينا صاحبي خلينا نحيدو من هنا سكرين سكرين قلت لك غير ارتاح كلشي غادي يتفارق سكرين ناضي هذه زوينه هذه غادي يتفارات احنا راه جيري تفارات انت بغيت تبارطاجي معكم هذا الفلوق هذا الاستوار خفيفه كموتيفاسيون بيان سور الدراري لاي واحد عنده واحد الهدف في راسو باش انه يطلع ولا يوصل لشي حاجه فهمتيني ديما يفوكس على الهدف ديالو وديما يدير يعني يدير اللي عليه ان شاء الله راه الكاميرا وعلى الله باش انك توصل لكشي اللي بغيتي ولا كيقول شنو عطاتك في يوتيوب ولا شنو عطاك انستغرام ولا ابار فهمتي ادسنس عمر كاين ال20 كاين خي بوبو كاين ال20 تقريبا كاملين راه من يوتيوب راه قليل ديال الناس اللي زعما تلاقيت معاهم من هنايا وتعرفت عليهم من هنا راه كلشي تقريبا فهمتيني لا فامي ديال يوتيوب ال20 البلبالة فهمتيني كلشي ديال الله مثلا انت تكونوا يكون عندكم واحد الحلم سيرتو مثلا انكم تخرجوا من البلاد باش تكملوا قرايتكم برا ولا ديروا شي حاجه ولا تمشيو تخدموا ديما خاصك تامن بداك الحلم ديالك وتقول شحال ما صعابت راه غادي تسهر واحد النار وربي واخا كيسد باب راه تيحل بزاف ديال البيبان المهم انت خاصك تكون مامن في داكشي اللي تدير وفريمون باغي وعندك واحد الغيزون علاش غادي تمشي لتما وتثق في راسك وربي ان شاء الله ما غاديش يخيبك ان شاء الله زوينه 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 كنت كنقول لك نافيكي غربتك نافيكي غربتك صاحبي وين تجي وين تجي وين تجي وين تجي حقا قبل ما نسالو فيديو هذا كان عنده واحد البروجي واحد النهار في القرايه بروجي فيديو على اساس فيديو غادي بريزونتي عرفتي شتي ولا ما شتي 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 اش دار في الاخر وين بروجي عند استاذ تبان دوزو في التالي ندوزو عليهم والله الا بروجي عند استاذ هنايا في لافاك ديال رومانيا فدار بروجي بحال هكا في الكاميرا مع الاستاذ واللعيبه صافي سال بريزونطاسيون بلونغلي ديالو في الاخر وقال لهم تشالله and I would like to finish my video by thanking you guys for your attention and تشالله وخباك شاف البروف حيت انا عطاك شحال عطاك النقطه الله يحفظك 70 70 عطاني 71 خاص تكون غير 70 نقطه زاد واحد على جايه قال هذاك الجاي زادني واحد يلا الدراري كما كنسير الفيديوهات ديالنا كامل خي عمر جايه جايه الله